تونس لمغديات. صحتين وهنا ان شاء الله. شو عم تكتب؟ ولا شيء. شلون ولا شيء؟ صار لك 3 ساعات حابس حالك بأوضة المكتب وعم تكتب. شو بدي اكتب يعني؟ مرافعة مثل كل هالمرافعات اللي بكتبها بالعادة. دخلك؟ عن شو مرافعتك هالمرة؟ يعني شو نوع القضية اللي بدك تترافع فيها؟ قضية طلاق. يا لطيف، الله يجيرنا من هالكلمة. ايه، ويا ترى الحق على مين بهالقضية؟ على المرأة ولا على الرجال؟ طبعا على المرأة. وليش بقى طبعا؟ لأنه هي سبب الخلاف بالقضية اللي انت ماسكها. ايه طبعا بقضيتي. ايه هيك فسر، لا بقى تعمم وتقول طبعا الحق على المرأة. سحر الله يخليكي، روحي شعلي تلفزيون وتفرجي عليه، بس يطلع المسلسل ناديلي. انت شو قصتك؟ صاير كتير مغرم بالمسلسلات، مع انه ما كنت تقدر تقعد دقيقة واحدة تتفرج عليها. هذا المسلسل اللي عملناه ريد كتير حلو، ومالي حابب فوت منه ولا حلقة. قومي يلا ارضى عليكي، قومي شعلي التلفزيون. حاضر، رح قوم. ألو. أهلين ماما. الحمد لله مبسوطة. كيفك أنتي؟ إيه، وليش ما عم تجي لعنا؟ إيه الحمد لله، بيسلم عليك. قاعد جوا بالمكتب. ما بعرف، قال عم يكتب مرافعة وصل له فيها من امبارح المساء وما كان يخلص. مالي متضايقة، بس طول عمره بيكتب المرافعة بساعة زمان ومن دون ما يشق ولا ورقة. بس هلا سلت المهملات تعبت هيك كلها ورق مشقوقة. يعني معقولة تكون القضية اللي بده يترافع فيها صعبة كتير لحتى بدها كل هالتفكير؟ لا، ايه القضية قضية طلاق، بعدين هيك قضايا سهلة كتير عليه. بعدين امي قصة هالمرافعة كلها ما دخلت براسي، لانه نحن هلا بعطلة قضائية ولا في محاكم ولا في قضايا. بس يا ترى شو عم يكتب؟ اكيد عم يكتب شي تاني ولازم اعرف شو هو. على كل حال ماما، ببقى بحكي لك وقت بتجي لعنا. ايه يلا بخاطرك، مع السلامة. السلام عليكم. يلا شرف استاذ حضار المسلسل. بلاش؟ ايه حطوا الشارف. ايه يلا يلا جاي. ثاني انا بنت الزهارة خليت انا. المشهد طول كتير. هلا ممكن اعرف شو عم تعمل؟ لحظة الله يثبت علينا العقل والدين. احسن شيء قوم نام. ايه والله بيكون احسن. ايه لا سيدي، ما حذرت بطلت نام، هي قاعدة. أنا خلصت.
يلا حبيبتي انا رايح، بدك شيء؟ وين رايح؟ ما بدك تشرب القهوه؟ معلش بشربها بالمكتب. انو مكتب هاد؟ رحنا بخمسة تموز، يعني العطله القضائيه لسه ما خلصت. بتعرفي قلبي عم يقول لي بدها تجيني قضيه هامه ومستعجله. بتعرفي القضايا الهامه والمستعجله يعني ما بتسرع عليها العطل. ايه يلا خاطرك. في إلنا بالموضوع؟ على مين عم تجذبها يا رياض؟ علي أنا؟ جلست في غرفتها تفكر وبدأت تشعر بأن الحياة جميلة، ومضت نحو النافذة ففتحتها على مصراعيها، وأخذ النسيم الربيعي الدافئ يداعب خصلات شعرها. هون منعمل ستوب كادر وتبلش تنزل عناوين التمثيلية. بقى شو رأيك يا سيدي؟ شي رائع فعلا. أنا بهني عادل مشاء الله ولا مزاح. إذا ما لمنيحة صارحني، خليني أكسر الدف وبطل الغني من أول الطريق. لا والله أنا عم بحكي جد، فعلا شي حلو وبنصحك إنك تتابع. عادل لا تورطني وتخليني تابع وبعدين أفشل. الفشل بالنسبة إلي كمحامي فضيحة. فضيحة عم تسمعني؟ إيه أنا لهلأ لمرتي ما عم بلش شو عم بكتب. شو بده يكون عم بكتب يعني؟ ما بعرف، رح جنها، رح جن على ما أعرف. طيب لك أمي سألي؟ ومين قال لك ما سألته؟ صرت سألته فوق العشر مرات وكل مرة بيرد علي بجواب شكل. شي بيقول لي عم يكتب رسالة لرفيقه، وشي بيقول لي عم يكتب مرافعة، وشي بيقول لي عم يكتب مقالة لمجلة المحامين، وما بعرف شو. ايه والله رح يجنني. بدك نصيحتي لك أمي، اتركيه يكتب على راحته ولا تسألي. هو لحاله إذا لقى إنه لازم تعرفي شو عم يكتب رح يقول لك. وبركي ما قال لي. ايه بيكون ما لازم تعرفي. ايه بس أنا مرته. لك يا أمي، وإذا كنتي مرته، الرجال أوقات في عنده بعض الأسرار ما بيحب حدا يعرفها حتى مرته. صحيح، بس مو أنا ومو رياض. بدي أعرف يعني بدي أعرف. شو بدك تعرفي؟ بدي أعرف شو مكتوب بهالوراق اللي عم تخبيه عني. مصرة؟ أي مصرة. حاضر رح أعطيك إياها، بس من هلأ بنبهيك بأنه ما حدا يضرب الموضوع إطلاقا. كل هالقد الموضوع سر؟ لا لا مو موضوع سر، بس ما بدي حدا يعرفه. خلاص بوعدك اني ما اجيب سيره لحدا، بس اعطيني هالوراق لحتى اقراها. حاضر. تفضلي يا ستي قري على مهلك بالصالون لبين ما بيض الصفحه الاخيره. وين وصلتي؟ اخر صفحه. شو يعني هي تمثيليه؟ اي نعم تمثيليه. ومن امتى كنت تكتب انت تمثيليات؟ ما بعرف، في قصه حكيتها لرفيقي عادل قام شجعني اكتبها تمثيليه. المهم شو رايك فيها؟ حلوه؟ وليش كنت عم تخبي عني طول هالوقت؟ ما تقلي من اول. خافت تتمسخري وتتمهزئي وفكري عم اضيع وقت. ها
حاكم انت لا بيعجبك العجب ولا صيام برجب. المهم شو رايك فيها؟ بدك صراحة؟ يا ريت. بتجنن. عم تحكي جد؟ طبعا عن جد، حلوة كتير. وين كنت مخبي كل هالمواهب؟ كمان عادل قال لي انها حلوة. ايه شو راح تساوي فيها هلا؟ بدك تبعتها للتلفزيون؟ طبعا، لك بدي مثل انا وياكي. وبياخذوها منك؟ ما بعرف، انا وحظي. اذا عجبت لجنة الرقابة بياخذوها، وان ما عجبتهم بيرجعوا ليها مع الشكر. وليش حتى ما تعجبهم؟ دخيلك، يعني هالتمثيليات اللي عم تنعرض بالتلفزيون احسن منها؟ احسن ما احسن ما بعرف. المهم انت لا تفتحي تمك ولا بكلمة عن التمثيلية لحد تنقبل، بعدها احكي لمين ما بدك. طيب من شو خايف؟ لا تكون سارق الفكرة من شي مسلسل. لا مو قصة خايف، بس ما بدي العالم اذا رفضت التمثيلية يضحكوا علي ويقولوا اني قللت عقلي وتركت المحاماة ورحت لشغلة مالي فيها. انا قلبي عم يقول لي انه رح يقبلوا لك ياها. يا ستي ان شاء الله. طيب هات لشوف يا سيدي، إذا قبلوا لك ياها شو رح تجيب لي حلوة؟ يلي بدك ياها بجيب لك ياها، بس أنت دعي لي إنهم يقبلوها. يا رب يا رب يقبلوا لك ياها. ألو نعم. أيوة موجود، مين بيريده؟ إيه لحظة لحظة خليك معي. في واحد اسمه نبيل من التلفزيون طالبه. صحيح؟ ألو، أهلين أستاذ نبيل، طمني شو؟ بالله عم تحكي جاد؟ الله يبارك فيك يا سيدي، شاكر لك جدا، عزبتك معي. لا لا بكفي إنك خبرتني النتيجة يا سيدي. أنا جاهز، انت طلب الحلوان اللي بدك اياه بتاخده من عيني هي قبل هي، تكرم عينك. ولو فضلت اخي نبيل. اهلا اهلا، مع السلامه. شو خير؟ كاني سمعت انه في بالموضوع مباركه، خبرنا مشان نبارك لك. لا 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 ليش حاجه زلقتي؟ هلا بينزلوا الجيران بيقولوا شو في. ايه خليهم ينزلوا، بدي الناس كلها تعرف انه جوزي صار كاتب. ولسه ما صرت وحدي ربك، لساعتي بأول الطريق. اللي هاي حقت الحقائق. شو بدك تجيب لي حلوان؟ مثل ما وعدتك، انت قولي شو بدك لجيب لك. ما بدي غير طوق ذهب وكرمي. شو هذا الكرمي بقى؟ ليكون غالي ما قادر عليها. لا اطمن، مو غالي كتير، في ب7000 وفي ب10 وفي ب12 وفي ب15 وفي ب20. انا بدي تبع ال12 بكفيني، يعني خير الامور الوسط. لك تسلمي لي يا سحر شو قنوعه. انت بس ادعي لي قبضوني حق التمثيليه 10000 وانا مستعد احط لك فوق 2000 حق طوق الجورمي حلوان التمثيليه. هلا ما راح يقبضوك حق التمثيليه غير 10000 ليره. ان شاء الله يطلع 10000. ايه قليل كتير. انا بالضبط ما بعرف، بجوز 10000 بجوز اكثر بجوز اقل ما بعرف، بس المهم انه نقبلوا التمثيليه وراح يمثلوها بعد كم شهر ويعرضوها على شاشه التلفزيون وتشوفها العالم كله. إيه لا سيدي، انا عندي المصاري اهم، يعني يا فرحتي هالناس تفرجت وانبسطت وانا ما اجاني شيء، يا فرحتي. خلاص حبيبتي خلاص لا تزعلي، اعتبري طول الجورمي صار برقبتك. وامتى راح تشتري لي اياه؟ بس اقبض حق التمثيليه. وامتى راح يقبضوك؟ ما بعرف، علمي علمك. جار جار مبروك التمثيلية جار. الله يبارك فيك، منين دريت؟ يا سيدي اللي خبرني معناته ما عم يكذب علي والخبرية صحيحة. ما قلت لي، والله مين اللي خبرك؟ يا سيدي في إلي رفيق بيشتغل بالتلفزيون وخبرني مبارح انه قبل التمثيلية إلك، هو بيعرف انه انت جاري. ان شاء الله ألف مبروك، بتعرف فرحت لك من كل قلبي، يعني لو أنا كاتب التمثيلية ما فرحت كل العد. الله يخليك يا جار، هذا من لطفك. جار وان شاء الله التمثيلية كتبتها حلوة. ما بعرف، أنا شايفها حلوة، بكرة بس تشوفها أنت وغيرك تحكموا عليها إذا كانت حلوة ولا لا. وإمتى بدهم يعرضوها؟ بعد ما يمثلوها. وإمتى بدهم يمثلوها؟ شو بعرفني، أهو الخطة اللي عندهم. يعني لسه ما يا سيدي يمثلوها إمتى ما بدهم يمثلوها، المهم من قبلت إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. جار
يعني لا تواخذني هالمناسبة ما بتمر سكاتي، ها يعني بدها حلوان مطنطن. تكرم عينك جار، بس يعني شو برأيك هو الحلوان المطنطن يلي بليق فيك بهيك مناسبة؟ يا سيدي انت الكريم ونحن المستاهل، اذا بدك ترضي سكان البناية ذبح لك شي خروفين وعزمنا على هالسطح ومن تم نغني ومنرقص للصبح، واذا بدك منذبك لك كرمال عيونك. ايوه قلت لي خروفين. ما بيكفي، معك حق، كمان انت عندك ناس تانيين بدك تعزمهم غير سكان البناية على الحلوان. يا سيدي يكونوا اربعة. هيك ها اربعة معقولة، ما بده يطلع له لكل واحد شقفة لحمة على القليلة. يعطيك العافية يا أنسة صباح. أهلين أستاذ سليم، الله يعافيك. شو صار بالدعوة تبعي؟ بعتقد إنه تأجلت. لإمتى؟ لعشرة الشهر الجاي. أيوة. طيب الأستاذ رياض هون؟ لا هلا بيكون جاي على الطريق، إذا بتحب تفضل انتظروا جوا بالمكتب. إيه ما في مانع. تفضل أستاذ. صباح الخير. أهلين أستاذ، يا صباح النور. إن شاء الله ألف مبروك. على شو؟ على التمثيلية اللي كتبتها. كمان أنتي، مين خبريك؟ ليش بس أنا اللي عندي خبر؟ كل العالم درياني، مع أنه كان لازم أدرى قبل الكل مشان بارك لك قبل الكل. الله يبارك فيكي. ولازم أخذ الحلوان قبل الكل كمان. إيه تكرم عينك. شوف رياض، أنا ما رح تقل عليك الطلب، جيب لي خاتم ذهب بقبل فيه مشان يضل ذكرى منك. ما بدك اسوارة مع الخاتم؟ والله إذا جبتها ما بقول لا. غالي وطلب رخيص. أمتى بدك تشتريهم؟ شو هدو؟ الاسوارة والخاتم. إيه مو لقابض حق التمثيلية بالأول. في عنا حدا؟ إيه في الأستاذ سليم، ناطرك جوا بالمكتب. طالعي لي إخبار قضيته والحقيني فيها لجوا. ماشي. اهلا اهلا استاذ سليم. اهلا اهلا سليم. صار لك زمان عم تتظاهر؟ لا ما صار لي زمان، هلا وصلت. طيب رح تجي الاسواره هلا. عفوا بس تجي الغباره. ما عاد في داعي للغباره استاذ، انا دريت انه قضيتي تاجلت، قالت لي السكرتيره. ليش عم تنتظرني لك؟ مشان بارك لك استاذ. بارك لي بشو؟ بالتمثيليه استاذ. ايوه الانسه صباح خبرتك ما هيك؟ لا استاذ. لك مين اللي خبرك؟ مرتي استاذ. ومرتك مين خبرها؟ اختها استاذ. اخت مرتك مين خبرها؟ والله ما بعرف يا استاذ، بس كلياتنا صار عنا خبر. ان شاء الله الف مبروك يا استاذ، محامي وكاتب والله شيء بيرفع الراس. شكرا لك يا سيدي، شكرا. ايه استاذ، انا سمعتك عم تقلها للسكرتيره انه بدك تجيب لها اسواره وخاتم ذهب حلوان. طيب نحن شو حلواننا؟ والله إذا أنت بتلبس سوارة وخاتم بجيب لك مثلهم، تكرم عينك. لا أستاذ لا، أنا ما راح أدفعك من جيبتك ولا قرش واحد. أنا كل اللي طالبه حلوان منك إنك تعفيني من أتعاب القضية، وراح أضل أنا ومرتي ولادي ندعي لك طول ما أنا عايشين. تكرم عينك، هات لك أنا قبضني شي 10,000 ليرة دفع على حساب، وبس أقبض حق التمثيلية برجع لك إياهم. اهلا وسهلا مرحبا. ما بتتصور يا صهري لما خبرتني سحر قديش فرحت لك، يعني ما خليت حدا بعرفه او ما بعرفه الا خبرته، وشفت حالي كثير قدامه. شفت حالي فيك. ان شاء الله الف مبارك يا رياض. الله يبارك فيك يا مرت عمو ويخلينا اياكي. شوف هو صحيح اللي خبرتهم باركوا لي وقالوا لي الف مبروك، بس في اكثر من نصهم حسيت انه ما عم يقولوا لي اياها من كل قلبهم، عم يقولوها والحسد مالي عيونهم. بقى بدك تدير بالك، ها العين الحسودة صيابة، حط بصدرك شي خريطة زرقاء أو علق لك شي حدوة على باب البيت. معك حق مرت عمي، وأنا كمان حسيت إنه في نسبة كبيرة من اللي كانوا عم يباركولي كانوا عم يباركولي وهن عم يحسدوني. يو إن شاء الله كل عين بتحسدنا تطق وتبلى بالعمى. إيه صغري، إما هلأ من اللي بيحسدوك، خلينا باللي بيحبوك وبيريدوا لك الخير وفرحانين لك من كل قلبهم، يعني مثلي أنا. هلأ شو ناوي تجيب لي أنا حلوان تمثيلية؟ ولو يا مرت عمو، انت مثل امي، انت بس اطلبي الحلوان وانا مستعد جيب لك اياه من عيني هي قبل هي. شوف انا ما راح اتقل عليك الحمل واتغلظ عليك، ما بدي منك غير غساله جديده بدل غسالتي القديمه، لانه صايره يوم تشتغل وعشره بتوقف،
صرت مصلحتها 10 مرات وما عم تزبط. قلتي لي بدي غسالة؟ ايه هيك يعني من هدول الاوتوماتيك. ايه تكرم عينك. بس بس شو؟ بس يا ماما حق التمثيلية يا دوب يطلع حق الغسالة، فإذا بده يشتري لك الغسالة معناتها ما رح يبقى لي شيء إلي. يعني أنت بترضي يا أنا مرته أطلع من المولد بلا حمص؟ لا ما برضاها. يا سلام يا سلام عليك، شو بتقدري؟ ماما نقي لك هيك الشيء حلوان يكون أخف شوي، ولا أقول لك أنا رح نقي لك، شو رأيك بقميص نوم جديد؟ ما بدي قميص نوم. طب مسبل للتخت؟ ولا مسبل. كندرة؟ ما بدي كندرة. طيب شحاطة؟ ما شاء الله حولك، هلا بدك تجيبي لي شحاطة حلوان التمثيلية؟ يا ماما لكن شو بدك؟ بدي الغسالة. يا أمي يا حبيبتي إذا نحن بدنا نجيب لك الغسالة ما رح يبقى معنا شيء من حق التمثيلية نحلون فيها هالناس اللي عم تصرح حلوانه. يعني ضروري تلبوا طلبات الناس كلها دفعة واحدة؟ هلا أنتوا جيبوا لي حلواني أنا بالأول وبعدين من حق التمثيلية الثانية بتقضوا حلوين البقية؟ فكرة رائعة يا حماتي. أنا مبارية طول الليل وأنا عم بفكر شلون بدي أرضي الكل وما خطرتي هالفكرة. بس يا حماتي أنا مالي ضمنان حالي إني رح أقدر أكتب تمثيلية تانية وتنقبل. وليش لحتى ما تكتب؟ كم صفحة طلعت هديك التمثيلية اللي سلمتها؟ 50 صفحة. إيه بسيطة، إذا كتبت كل يوم 10 صفحات بجمعة بتكتب تمثيلية تانية. إيه بس لحتى تنكتب الصفحة لازم يكون في فكرة مهمة بالأول. من جهة الأفكار لا تحكي الهم نوب، عندي قصص وأفكار لحتى تقول حاجة. بكرة بقعد أنا وياك بحكي لك وأنت بتكتب، وما رح أكون طماعة وأخذ النص، الربع بكفيني. أيوة صح. شو رأيك بحكي أمي؟ والله أحسن شيء أم أعملكم قهوة. والله أهلين مرت عمي. أهلين صهري. كتر إيه زيارات بي. إن شاء الله. الله يخلينا ياكي. الله يحفظك. شباك رياض ليش فايق لهلا؟ وبعدين مع هالعالم مين ما شافني ما في بتمه غير كلمة الحلوان الحلوان. يعني منين بدي لحق حلوين لهالعالم للحق؟ ويا ريتها تكون حلوين مقبولة، يعني قطعة شوكولا قطعة حلو، لا كل واحد عم يطلب حلوان أفظع من التاني. شوف رياض لا تضربنا بحجارك، إذا قصدك حلوان أمي فأنا كنت ناوية من زمان أعمل جمعية واشتري لها غسالة، فخلينا نهديها إياها حلوان التمثيلية بيكون أحسن. أما إذا كنت عم تقصدني إلي وما بدك تشتري لي طوق الجورمي فمو ضروري. بلا لك يا عيني أنا ما عم بحكي عنك وعن أمك، أنا عم بحكي عن الناس اللي يا دوب قلهم مرحبا. يعني مبارح مثلا وقفني أبو سعيد الخضري حزري شو طلب مني حلوان. شو طلب؟ بده مني مدد له ساعة مي لمحله، قال عم يستحي لما عم يطلب مي من عند الجيران. وغيره؟ أبو سمير الحلاق قال بده يعني اشتري له كرسي جديد مودرن لمحله، لأنه الكرسي اللي عنده صارت موطه قديمة والزباين كل ما اللي عم تكش من عنده. ايه وغيره؟ جارنا أبو زهدي حزري شو طلب مني حلوان. شو طلب؟ قال شو حضرته تقاعد من شهر ولهلا ما دفعوا له معاشه التقاعدي، بده ياني ادفع له حق بسطة صغيرة يسترزق منها لبين ما يطلع معاشه التقاعدي. غيره كتير. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، كل واحد حلم بشي بحياته ما قدر يحققه طلبوا مني حلوان، وانا لو بقعد بقضي حياتي كلها وانا عم بكتب تمثيليات ما رح اقدر لبي حلوين العالم. ايه وشو عم تقول لهالعالم اللي عم يطلبوا منك هيك حلوين؟ شو بدي اقول لهم يعني؟ عم اقدفهم وقول لهم تكرم عينكم لا قبض حق التمثيلية بجيب لكم الحلوان. صحيح رياض، امتى رح يقبضوك؟ هي صار لهم قبلانين التمثيلية أكثر من شهرين، امتى بدهم يقبضوك؟ عالطريق إن شاء الله.
نجار شو صار بالقبض؟ يقول صباح الخير بالأول بعدين سأل على القبض. صباح الخير، شو صار بالقبض؟ على الطريق. على الطريق شو يعني على الطريق؟ يعني إمتى بدنا نشوي الخواريف وناكلها على السطح؟ سيدي بكرة بدي بسأله وبفهم منه بشكل أوضح. بسيطة. صباح الخير. شو صار بالقبض؟ على الطريق. على الطريق. طمني أستاذ، إن شاء الله قبض حق التمثيلية. ولك يا ناس، يا عالم، لقوا لي حل مع هالخلق، هو الكل حلوان.